صفا جدد حياتك. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هو عليه السلام ابن نبي وأخوه نبي وولده نبي، وولد عليه السلام وكان عمر أبيه 100 سنة، وأوصي إليه من أبيه بألا يتزوج إلا امرأة من أهل أبيه، وكانوا مقيمين في أرض بابل بالعراق، وتزوج وهو ابن 40 سنة، وله غلامان توأمان. قال تعالى: ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وأنزل الله إليه طائفة من الشرائع، وعندما بشرت الملائكة أباه بمولده من زوجته العجوز العقيم، فلما سمعت البشرى قالت: يا ويلتا، أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. ومرض عليه السلام ومات 180 سنة. قال تعالى: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. سيدنا إبراهيم، سيدنا يعقوب، سيدنا إسحاق. اتصل من أي محمول على 23-59 واربح معنا 5000 جنيه كل 10 أيام. صفا جدد حياتك. يصير محرم ويا واحد، او مثلا امرأة بتصير محرم ويا واحد، مثلا بنت صغيرة بالبيت، مثلا نفترض هناك طباخ بالبيت، طباخ جايبين من برا، مثلا جيت باكستاني او هندي او مثلا بحريني او اي شخص جاي للبيت بعنوان طباخ، هاي الطباخ يبي يصير يا صاحبة البيت محرم، صاحبة البيت تبي يطلع شوية شعرها، لو شوي رقبتها، لو شيء من ايدها، لو شيء من ساقها. فاذا كان هناك شخص مثلا غير محرم وياها، وما تقدر تاخذ حريتها وتاخذ يعني حريه بالحركه، فتبي تصير ويا هذا الشخص محرم، شو تسوي؟ ممكن هذا الشخص يعقد على بنتها ولو البنت صغيرها، يعقد على بنتها متعه لمده ساعتين او 4 ساعات، يعقد عليها متعة، يعقد على بنتها الصغيرة. فهي شو تصير؟ هي شو تصير بالنسبة لنا لما يعقد على بنتها؟ شو تصير؟ قول يا حمتي بارك الله فيك، تصير أم زوجته. إذا أم الزوجة محرم على زوج بنتها ولا محرم؟ تمام، هو تمام. فبالتالي انحلت القضية. فيمكن أن هناك تنشأ صيغة العقد المؤقت لأجل المحرمية، وانحلت لنا بذلك المشكلة.
وأعلى مرجعية معاصرة أبي القاسم الخوئي، فقد أفتى بجواز أن يلعب الرجل بعورة الرجل، المرأة بعورة المرأة على سبيل المزاح، عفوا اشترط عدم إثارة الشهوة. لا يمكن لإنسان عنده مروءة أو عقل أن يرضى لنفسه أو لمحارمه أن يأتي رجل آخر فيمس عورته، أو امرأة تأتي لتمس عورة أخرى. إذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، يحرم أن ينظر فقط الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة، فكيف بالمس أو أكثر من ذلك؟ هذا من أعظم الذنوب عند الله علام الغيوب. ألا فليتق الله هؤلاء الذين يكذبون على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمرشد الأعلى لثورة الإيرانية الحالي وثاني أكبر مرجعية شيعية في العالم علي خامنئي يبيح تلقيح المرأة بنطفة الرجل الأجنبي. هل يجوز تولد طفل عن هذه الطريقة فلا يلحق بالزوج بل يلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحم والبويضة؟ ولكن ينبغي في هذه الموارد مراعاة الاحتياط في مسائل الإرث ونشر الحرمة. هذه الفتوى تدعو إلى الانحلال، وتدعو إلى التفكك، وتدعو إلى ضياع الأنساب، وتدعو إلى لا مجتمع، لا فرد، لا أمة، لا شعب، لا هداية، لا طريق، إنما يكون المجتمع مجتمعا حيوانيا أسخم من مجتمع القرود، مجتمع فيه ما فيه من الانحلال والفوضى التي لا توصف بأي شيء، إنما هي فوضى وإنما هي عبثية. وها هو قائد الثورة الإيرانية الخميني يفتي بفتوة شاذة مرة أخرى، لكن هذه المرة كان عنوانها تغيير الجنس، وذلك في كتابه تحرير الوسيلة، فيصبح الرجل امرأة والمرأة رجل في عملية شرعية قانونية حسب الدستور الإيراني. وهذه جولة مع بعض فتاوى المرجع الشيعي الكبير محمد صادق الروحاني، أحد أكبر أربع مراجع شيعة في العالم. السؤال: مرة ذهبت إلى نادي ليلي حيث طلبت عاهرة مني مبلغ 100 دولار، دفعت لها وقالت لي متعتك بجسدي كله مقابل هذه النقود لكن مدة يوم واحد فقط، فهل أعتبر ذلك زواج متعة؟ الجواب: باسمه جلت أسماؤه. إذا كان ما قالت بقصد إنشاء الزواج وأنت قلت بعد ذلك قبلت لنفسي هكذا، يكون ذلك زواج متعة. وسائل يسأل: هل يجوز زواج المتعة عبر الإنترنت أو الهاتف إذا كان ذلك حدودا للعلاقة وذلك للكلام مع الطرف الآخر بحرية، ولا يعني ذلك أن مواضيع المناقشة تخص الجنس فقط؟ باسمه جلت أسماؤه. زواج المتعة بمعنى إنشاء الزوجية بما لها من القيود عبر الإنترنت أو الهاتف يجوز. وثالث يسأل: هل يجوز قراءة صور من القرآن كهيئة مهر في زواج المتعة كالفاتحة أو قل هو الله أحد؟ الجواب: باسمه جلت أسماؤه، يجوز.